أني في حياتي اللي عمرها الوظيفي طويل وعمرها السياسي طويل ويمكن تجاربي، والله ما شايف واحد يشتغل بقد السيد محمد شياع السودان أبدا. زين، أنت أرجع أني دائما أقول حط صورته بيوم اللي أخذ خطاب التكليف وخلي صورته الآن. زين، خلي صورته الرجل. يعني أنا ذاك اليوم قلت له دولة الرئيس ما شوية ارتاح لك يومين، قال والله ما عندي مجال أروح أسوي تحليل طبي، الطبيب يريد يسوي لي يشتغل. الرجل يشتغل، الرجل لديه تسلسل وظيفي زين متصاعد من مهندس صعودا إلى رئيس وزراء، فيشتغل ويعرف برنامج الحكومي وما مدعين الإنجاز إنه ترى لحد الآن إحنا ما مدعينه. فإحنا لا تخلونا في مواجهة المجتمع السياسي، مو مشكلتنا بعدين من تصير انتخابات وهي العله بالمجتمع السياسي يا استاذ. هذه مش انت ابن الوسط. بس اني طيب. مع أنتم كل اشكاليات أنتم. لحظه مع كل اشكاليات المجتمع السياسي، اني جنبتك اشكاليات المجتمع السياسي، ما رجعت براسك، لا صارت تظاهرات ولا صارت صدام اهلي ولا صارت ولا، واني ساكت زين وتقول لك اني حكومه خدمه، انا اشتغل، انا بخدمتك، احنا بخدمتكم، احنا بخدمتكم زين، وده نشتغل احنا. اما مسؤوليه اصلاح ابدا، مسؤوليه اصلاح المجتمع السياسي ليست مسؤوليه. لكن السيد المالكي قال عباره الكثير توقف عنها، قال اللي يريد يدور ولايه ثانيه عليه ان يرضي الطبقه السياسيه. يعني ما طبيعي ان ترضي الطبقه، لا السوداني ان ترضي الطبقه السياسيه. السيد المالكي سياسي مخضرم اخي، انت بالنتيجه اكو مستويين من القرار، ارجوك مستوى ايش قد عندك مقاعد، ايش قد ثقه الشعب بك. هسه الشعب اذا وقف وياك الشعب وانطاك ثقه مطلقه ذاك الوقت اوراقك، انا افهم هذا ابو زيد، اوراقك التفاوضيه تصير عاليه. سؤالي بس انت بالنتيجه اليوم ما ممكن لواحد يكون ضد المجتمع السياسي زين، ضد المجتمع، يفكر بطريقه انقلاب على مجتمع سياسي الى قواعده والى جمهوره والى انصاره. يعني منو اللي ما عنده انصار بالمجتمع؟ بدر ما عندها، لو السيد المالكي ما عنده، لو الاخوه بالتيار الصدري. احنا هسه مشكلتنا غارقين هاي في الموانئ، هي هاي. بس احنا نعترف كل من الساده الموقرين المحترمين والاحزاب هناك جمهور، احنا نريد نقول لهم اخوان احنا بالنص، احنا بخدمتكم، احنا نريد نشتغل للمواطن زين. عندنا مرحله صارت ظروف مواتيه ان لدوره ثانيه راح نقضيها ايضا بالشغل، ما صارت احنا انت شلون تخدم دولة وشلون تخدم دولة بتوازن، هنالك نقيضين بين الطبقة السياسية والقاعدة الشعبية. اعتقد اذا تريد تسوي دراسة تاريخية لاحقا لحكومة السيد محمد شياع السوداني، تجربة السيد محمد شياع السوداني عزلت الخلاف السياسي عن التماس بالشارع. احنا المجتمع السياسي لديه جمهور في الشارع قطعا، يعني ما طالع من فطر القاع وحده، لديه جمهور وهناك جمهور معارض، هناك أمزجة متضادة. إحنا كتجربتنا المحايدة في المنتصف نقول أن وظيفة الحكومة هي وظيفة الدولة، وظيفة الدولة هي الخدمات وبناء الأمن. الضغوط علينا كبيرة من كل الأطراف، بس إحنا نقدم نموذج الخدمة.